نعم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا لا وسهلا. أعتقد أن في يد بايدن أن يضغط كثيرا حاليا، لأنه كلما انخفضت شعبية بايدن في الداخل الأمريكي وتأثيره وتوقعات عدم فوزه بالانتخابات القادمة، فإنه سيكون من الصعب جدا أن يضغط على أي حكومة في العالم في أي ملف سياسي في هذا التوقيت، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر حاليا متورطة ومتهمة بشكل مباشر في يعني انتهاك الحقوق والقوانين في قطاع غزة مع إسرائيل. لهذا سيكون من الصعب جدا على هذه الإدارة أن تتدخل في أي ملف حقوقي، وأعتقد يعني أن معظم هذه الملفات ستترك إلى الرئيس القادم، سواء تم التجديد لبايدن أو أتى ترامب كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، أعود إلى الأنشطة التي تقوم بها جهاز أو يقوم بها الجهاز المخابرات التركي في الدول الأخرى، يعني في الخارج أقصد، من الاختطاف، من ربما أيضا الترحيل القسري نعود إليه أيضا. هذه الأجهزة الاستخباراتية التركية أليس لديها أيضا أطراف في داخل تلك الدول تتعاون معها لتصل إلى هذه الأهداف وتصل إلى هؤلاء المعارضين وتقوم بما تقوم به؟ نعم، بالتأكيد يعني المخابرات التركية لديها متعاونين كثر يعني في كثير من دول العالم، هذا بالتأكيد لأي جهاز مخابرات كبير. وبالتالي نعم، يعني أعتقد أن أردوغان يستخدم هذا الجهاز في الإيقاع بمعارضيه، لكن يعني المسؤولية الكبرى ستقع على الدول التي تحتضن المعارضين أنفسهم، لأنهم يعلمون أن يعني لديهم درجة عالية من الخطورة، وبالتالي كان على هذه الدول أن تحفظ لهم أمنهم وعدم يعني التعرض لهم. وأعتقد أن أي من المعارضين الذي تم التعرض لهم في الخارج تستطيع الدولة نفسها التي احتضنته أن تقاضي النظام التركي أو أن تسعى إلى يعني وجود عقوبات دولية عليه. لكن حتى الآن أعتقد أن أردوغان يعني أكثر يعني المعارضين له في الداخل التركي، وأن يعني خططه يعني تكون في الداخل التركي أكثر من الخارج. نعم أستاذ محمد، أيضا هناك زيارة مقررة لرئيس النظام التركي إلى الولايات المتحدة لحضور قمة الناتو قريبا، برأيك ما الذي يمكن أن يناقش في هذه القمة، الملفات التي يمكن أن يتناولها الطرفان؟ أنا أعتقد أنها ستكون في مجال التعاون خصوصا العسكري. الجميع يعلم أن تركيا تسعى إلى صفقات أسلحة معينة، في المقابل أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون تركيزها الأول على عدم انضمام تركيا على سبيل المثال إلى منظمة البريكس، أو عدم اتجاهها إلى المعسكر الروسي الصيني. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على هذا الملف بشكل هل لديها كامل. أوراق ضغط على تركيا لمنعها من الانضمام إلى البريكس؟ نعم، يعني ورقة الاتحاد الأوروبي في حد ذاتها ورقة ضغط كبيرة، أيضا ورقة الأسلحة، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تعمل على يعني وجود موازنات معينة، تتخلى عن شيء مقابل شيء. وحتى الآن يعني تركيا ليست واضحة في هذا الأمر، لكن بالتأكيد القرار سيكون مصيري، لأنه سيبين انقسام عالمي في سبيل التوجه إلى نظام عالمي جديد الجميع يعلم أنه قادم لا محالة. نعم، سؤال أخير أيضا، كل ما تقوم به تركيا من ربما انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل التركي، وأيضا ما تقوم به بحسب ما تحدثنا أنه نواب أمريكيون يطالبون بالضغط عليه حتى في الخارج أيضا، يعني من استفزازات ومن أيضا حملات ضد المعارضين خاصة ما بعد الانقلاب المزمع، كل هذا كيف يؤثر على شكل تركيا وعلى علاقة تركيا مع الولايات المتحدة وحتى مع الاتحاد الأوروبي التي لطالما هي تريد الانضمام إليه، ولكن هذه لنقل العلامات التي هي في طرف تركيا إلى أي مدى تبعدها عن الاتحاد؟
لا أعتقد أن هذا الأمر سيبعد تركيا كثيرا عن فكرة الانضمام للاتحاد، لكنه سيكون يعني ورقة من ضمن أوراق الضغط السياسي الذي من الممكن أن تعتمد عليها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على نظام أردوغان نفسه، لأنه معنى احتضان المعارضين في حد ذاته سيؤثر على أولا شعبية بايدن وعلى شعبية أردوغان وعلى مستقبله السياسي. لكن يعني المؤكد هنا أن الغرب لم يعد يكترث كثيرا بحقوق الإنسان في سبيل مصالحه الشخصية، وأن هذه الورقة تستخدم فقط عندما يريد الضغط على نظام معين، لكن فكرة المصالح هي الحاكمة في المقام الأول. وكما قلت أعتقد أن أوروبا نفسها والغرب سيضطروا إلى تنازلات كثيرة حتى يضموا تركيا إلى المعسكر الغربي بدلا من المعسكر الشرقي في سبيل يعني الحفاظ على النظام العالمي الحالي وهو المعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في الحكم ثم الغرب من بعدها. نعم، جزيل الشكر لكل هذا التحليل والمداخلة معنا من واشنطن، محمد العالم الصحفي ومحلل سياسي.